فضيلة الشيخ، يقول السائل: ظهر هذه الأيام أغاني في الجوال، أغاني صريحة دون موسيقى في المساجد، فما الحكم؟ هذه مصيبة. الجوال هذا جلب شرا على الناس، هذا لا يجوز استصحاب الأغاني لا في الجوال ولا في غيره. عليه أن يغير هذا الذي في الجوال، يجعل فيه منبه غير الأغاني وغير الموسيقى. نعم.